بشهادة الثالث المتوسط، ولكنه موسوعة علمية وتاريخية وأدبية. العم محمد محسن الغريري بلدة الدغارير في جازان. تخيل أنك تسأله عن أي كلمة محلية ويأتي بأصلها اللغوي والاستشهاد عليها من القرآن أو السنة أو أشعار العرب. ملم بالتاريخ والأدب واللغة ما شاء الله تبارك الله. خلال 20 سنة قام بتأليف كتاب سماه الكلمات المهجورة في البلاد المعمورة، جمع فيه آلاف الكلمات من لهجة المنطقة وأكد على فصاحتها واستشهد عليها من القرآن والسنة والشعر، ويأمل أن يرى كتابه النور فتقوم إحدى دور النشر بتبنيه وطباعته. وخلال 50 سنة جمع مئات القطع الأثرية التي يصل عمر البعض منها لأكثر من 1000 سنة. يتنوع المتحف الواقع بالدغارير بالمقتنيات التراثية من خزف وفخار وعملات نقدية وأسلحة قديمة ومخطوطات وأدوات الزينة، وأيضا قام بتأليف مجموعة من الكتب عن تاريخ وتراث ولهجة المنطقة. هذا الرجل العجيب القريب أبو خالد محمد محسن دغريري صاحب متحف العالية بالدغارير، أحد قامات جازان وجوهرة من جوهرات الوطن، وكل هذا بشهادة المتوسطة ما شاء الله تبارك الله. قال أنتم تقولون للشايب الكبير تقولون له قحم، وتقولون للأخ تقولون له صنو. صدق. مثل لنا بواحدة منها. أمثل لكم بواحدة منها القحم. القحم. فقلت له أما كلمة القحم فهذه وردت في معاجم اللغة، واستدلوا بأبيات لأخت طرفة ابن العبد حينما قتل وكان عمره حين ذاك لم تتجاوز 26 سنة. فقالت عددنا له 26 حجة. فلما توافاها سيدا فخما فجعنا به لما رجونا إيا به على خير حال لا وليدا ولا قحما. ولا قحما. نعم. لماذا عنونت له؟ عنونت له بالكلمات المهجورة في البلاد المعمورة. جمعه وأعده محمد محسن الدغريري، طبعا لا يزال الآن بخطي. نعم. بخطي يده، وما شاء الله تبارك الله وبإذن الله يرى النور في حال اكتماله. أحصها عدا بآلاف الكلمات، ولكنها بالآلاف على حروف المعجم. ما شاء الله. على حروف اكتمل ولا يزال في طور الإعداد؟ الحقيقة شبه مكتمل. شبه مكتمل ولله الحمد.